هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي. المركز كلمة ثقة. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على الكويت. مع إعلان بنك وربا عن نتائجه تكون إعلانات الربع الأول لعام 2019 للبنوك الكويتية قد اكتملت، وبنك وربا حقق نمواً بنسبة 31% لتصل إلى 3.8 مليون دينار. شاهين الغانم الرئيس التنفيذي لبنك وربا تحدث مع زميل أسامة رشيد عن مصدر هذا النمو في الأرباح. الحمد لله بنك وربا استطاع أن ينمو في الربع الأول بنسبة 31% في صافي الأرباح إلى 3,800,000 دينار كويتي. بالنسبة للأصول نمى البنك إلى 2,600,000,000 دينار كويتي، طبعا هذه نسبة كبيرة تقريبا 41%. بالنسبة للتمويل، تمويلات العملاء نمى البنك إلى 1,700,000,000 دينار كويتي بنسبة 30% تقريبا. طبعا هذا كله نمو كبير الحمد لله. طبعا كذلك إيراداتنا نمت بنسبة 45% إلى 27 مليون دينار كويتي. الحمد لله كل هذا أتى من نمو يعني في أعمالنا الرئيسية. يعني 30% نمو في تمويلات الأفراد رقم كبير يبدو لي. نعم، تمويلات الإجمالي التمويلات، طبعا تمويل الأفراد كان من أهم القطاعات التي نمت في بنك وربا الحمد لله، بالإضافة إلى تمويل الشركات والاستثمار الحمد لله. وماذا عن تمويل الشركات والمشاريع الكبيرة التي يعني نعتقد الدولة ربما تبطأت شوية في؟ أي نعم، لكن الحمد لله استطاع بنك وربا أن ينمو بقيمة 160 مليون في الربع الأول فقط، تمويلات جديدة أضافها البنك على محفظته التمويلية. طبعا هذه كانت مبلغ كبير الحمد لله، غالبيتها من شركات. طبعا الدولة ما زالت تطرح مشاريع ولو ببطء ويعني بنسب أقل من السابق، لكن ما زالت المشاريع موجودة. احنا طبعا والجميع منتظر القطاع النفطي انه يطرح مشاريعه القادمه، وان شاء الله هم كذلك هذه راح تساهم في نمو السوق ان شاء الله. طيب اسالك عن جوده الارباح وان كان هناك يعني قروض غير منتظمه او نعم. احنا بالنسبه للقروض غير المنتظمه بلغت 1.8%، طبعا نسبة التغطية عندنا 142% نسبة تغطيتها. احنا ارباحنا قبل المخصصات بلغت 9,100,000 دينار كويتي، مخصصاتنا 5,300,000، فبالتالي ارباحنا كانت 3,800,000. طبعا كون البنك جديد وناشئ وينمو بسرعة، تجنيب المخصصات اعتقد شيء جيد حماية للبنك في المستقبل. لابد أن أسألك عن الصفقات المقبلة، هل تم في الربع الأول صفقات ذات قيمة بالنسبة لوربا، وهل هنا في البايبلاين شيء؟ لا طبعا احنا ما كان عندنا حقيقة صفقات خلينا نقول استثمارية، لكن احنا دخلنا السوق الأمريكي كان في صفقة عقارية اعتقد انها متميزة، كان عندنا صفقة كيميفيك لكن قدر الله لم نحصل على موافقة البنك المركزي، لكن بنك وربا ما راح يستمر ان شاء الله في التفكير في بناء يعني خلينا نقول اسيت مانجمنت كابابيلتي سواء في داخل البنك او من خلال استحواذ على شركه ان شاء الله. لعل اكثر النشاط في سوق الكويت الاوراق الماليه، وربا من مكونات ذلك النشاط نرى عليه سيوله كبيره في جلسات طويله. ما رايك، وهل انتم حريصون على تدعيم مكانتكم كسهم قيادي ولو حديث العهد في البورصه الكويتيه؟ طبعا السهم نشاط انعكاس لاداء البنك، الحمد لله البنك عزز يعني اداءه في الربع الاول، نعتقد انه يعني اكيد راح يكون له نشاط في السوق الكويتي. طبعا دخول مستثمرين اجانب السوق الكويتي ما في شك عزز من قوه السوق هنا، والسوق الكويتي واعد ان شاء الله في المرحله القادمه لمزيد من النشاط وال يعني خلينا نقول اكثر من الوضع الحالي. أنا سأضيف سؤال أخير لي أنا شخصيا، استدامة الربحية، أنتم أعلى البنوك من ناحية نسبة النمو، كيف تحافظون على استدامة هذه النسب العالية من الربحية؟ طبعا مهم أن نحافظ على نمونا يعني الحالي، لكن نعتقد أن يعني الوضع الحالي والمحفظة الحالية لبنك وربا راح تضمن له إن شاء الله استمرار في النمو هذا إن شاء الله. ومع إعلان بنك وربا تكون البنوك الكويتية قد حققت في الربع الأول من العام 246 مليون دينار أرباحاً بنسبة نمو بلغت 7.5%.
إذن ماذا عن الأرباح المجمعة للبنوك الكويتية في الربع الأول من 2019؟ نجد أن المنحى إيجابي والأداء إيجابي، وتضيف نقاط إيجابية في هذا الخصوص. سنحاول من خلال هذا العرض أن نستعرض ذلك بشيء من التفصيل. دعونا بدءا نقف على الأرباح المجمعة للبنوك الكويتية مقارنة بين الربع الأول من 2018 مقارنة مع الربع الأول من 2019. نجد أن الزيادة تقدر ب 7% إيجابا إلى 246 مليون دينار كانت هذه الأرباح المجمعة. ماذا عن الإيرادات التشغيلية البنوك الكويتية في الربعين الأول من 2018 مقارنة بالربع الأول من العام 2019؟ نجد أن الإيرادات أضافت 3% إيجابا إلى 700 مليون دينار. بشيء من التفصيل نتناول البنوك كل على حدة وموقفها. البنوك الكويتية الأعلى ربحية في الربع الأول من 2019 كانت هي بنك برقان، بنك التمويل الكويتي، وبنك الكويت الوطني. على مستوى الأرباح الصافية وعلى مستوى الإيرادات التشغيلية كان بنك الكويت الوطني باللون الأخضر، 6% تغير إيجابي إلى 226 مليون دينار إيرادات تشغيلية في الربع الأول من 2019، وأرباح صافية قدرت ب 108 ملايين دينار حوالي 15%. بنك التمويل الكويتي أيضا كان إيجابيا باللون الأخضر في الإيرادات التشغيلية التي ارتفعت إلى 197 مليون دينار ب 4% مقارنة مع الربع الأول من 2018. كذلك الأرباح الصافية سجلت ارتفاع ب 52 مليون دينار ترتفع إلى 17%. بنك برقان عكس الاتجاه، الأرباح الصافية قدرت ب 19 مليون دينار رغم أنه في هذه القائمة، لكنها كانت متراجعة ب 6% قياسا بالربع الأول من 2018. كذلك الإيرادات التشغيلية التي وصلت إلى 50 مليون دينار متراجعة ب 17%. توزع الأصول بين البنوك الكويتية وتطور أصول قياديات البنوك وإجمالي أصول البنوك الكويتية أيضا تغير إيجابا إلى 5%. كان في الربع الأول من 2018 77 مليار دينار، ووصل إلى 81 مليار دينار في الربع الأول من 2019. لكن كيف تتوزع الأصول بين البنوك الكويتية في الربع الأول من 2019؟ بنك الكويت الوطني يستأثر بالنسبة الأعلى 34% من مجموع الأصول، بيت التمويل الكويتي 23% من أصول البنوك الكويتية، بنك برقان في المرتبة الثالثة ب 9% مستحوذا على هذه النسبة من الأصول، وبنك الخليج يستأثر ب 7% من أصول البنوك الكويتية، وبقية البنوك تستأثر بنسبة 27%. إذن ماذا عن تطور أصول قياديات البنوك الكويتية؟ إذا أخذنا بنك برقان، بنك التمويل الكويتي، وبنك الكويت الوطني، نجد أن كل هذه البنوك زادت أصولها بنسب متفاوتة. بنك الكويت الوطني ارتفعت أصوله إلى 27 مليار دينار و 400 مليون، وتطور ذلك إلى 2% مقارنة بالربعين 2018 والربع الأول من 2019. بيت التمويل الكويتي كذلك 18 مليار و 400 مليون، تطور إيجابي أيضا ب 6%، أيضا تطور في أصولها وأصول هذا البنك وارتفاعاته. وبنك برقان كذلك 7 مليارات دينار، زاد ب 1% في مجموع الأصول مقارنة بين الربعين. ما هي أبرز الأخبار التي تتمثل في البنوك الكويتية وتسهم ربما في تغيير هذا الواقع؟ بنك الكويت الوطني قيمة المشاريع المتوقع ترسيتها في 2019 تقدر ب 4 مليارات و 400 مليون دينار، سيظهر هذا الأثر المالي تباعا في الأربعاء القادمة من العام. بيت التمويل الكويتي كذلك صفقة الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحرين، ولكنها لا زالت معلقة تتوقف على استمرار دراسة الفحص النافي للجهالة. لا شك في أنها إذا تم ستكون إضافة حقيقية، وسنرى تأثيراتها أيضا على البنك ومثاراته. بنك بوبيان إتمام زيادة رأس المال، نسبة الزيادة قدرت ب 15%، وأسهم الزيادة قدرت ب 376 مليون سهم. إذن كانت هذه هي الأرباح المجمعة للبنوك الكويتية في الربع الأول من 2019 مقارنة بالربع الأول من 2018، ونجد أن المنحى بشكل عام إيجابي بطبيعة الحال. البنوك الكويتية استطاعت أن تحقق نموا في الربع الأول على الرغم من وجود عوائق وعلى الرغم من البيئة الصعبة التي تعمل فيها المصارف. بنمو بلغ 7.5% وصافي أرباح بقيمة 246 مليون دينار، أنهت المصارف الكويتية الربع الأول من 2019 نمو مقبول في بيئة صعبة شديدة التنافسية، ولا تخلو من جملة تحديات في مقدمتها القدرة على استدامة مستويات الربحية في العام تلو الآخر. نأمل أن نستمر على نفس الأداء، إحنا حسب الخطة الموضوعة، و
ان شاء الله نتوقع تحقيق نفس المستويات اللي هي النمو اللي هي دبل ديجيتس من ناحيه البوتوم لاين، يعني 16% 16 7 يعني هذا دائما احنا نشوف الرينج اللي نحاول ان احنا نبقي عليه ان شاء الله. 2019 بدأناها وقلنا برضو صعبة، بس الحمد لله اول كوارتر كان معقول من اول شهرين، بس بنأمل ان الحكومة كمان تستمر في انها تعلن عن المشاريع، لان ده الاساس لتحريك العجلة الاقتصادية للموظفين والتوظيف، بدل ما عندنا طوابير كتيرة الشباب بيتخرج وما فيش توظيف حقيقي، بنساعد على زيادة النسبة، والبنك المركزي بيشتغل بشكل حثيث معنا على زيادة نسبة التكويت. هي بتبقى ساعات صعبة في بعض المجالات، لكن إن شاء الله بإذن الله بوجود هذه المشاريع هنقدر ننمو أكتر كمان. المخصصات سواء كانت عامة محددة أو احترازية تقديرية تبقى عاملا آخر مهما في تحديد نسبة النمو في الربحية، ويمكنها أيضا أن تحسم بقاء البنك في خانة الربحية أو خروجه إلى خانة المتراجعة أرباحهم. وإذا كان تحرير مخصصات في 2018 هو من العوامل التي أدت إلى قفزة في الأرباح النهائية للمصارف، فماذا إن لم يتكرر الحال في 2019؟ وماذا إن زادت نسب التعثرات؟ يجب أن أحذر من شيء، ففي بعض الأوقات المغالاة في الشيء الجيد لا تجعله جيدا بالضرورة، وأكبر مثال على ذلك هو رأس المال. فإذا كان لدينا رأس مال كبير صحيح أنه يمثل حماية جيدة، لكنه يكون غير فعال، والشيء ذاته ينطبق على المخصصات وعلى الاحتياطيات. لا أقول أننا وصلنا بالضرورة إلى ذلك المستوى، لكن مستقبلا قد نحتاج إلى أن نلقي نظرة عن كثب عن مدى احتياجنا لهذا القدر من المخصصات. That we need to take a closer look as to how much more do we need to add. تمويلات المشروعات الحكومية العملاقة التي طرحتها الدولة كانت أيضا من العوامل التي حسمت نموا معتبرا في محافظ تمويل أغلب المصارف، لكن وبقدر إيجابيتها فإنها إذا ما تباطأت وتيرة طرح المشروعات تتحول إلى تحد تضطر معه المصارف إلى البحث عن قنوات جديدة للتمويل. الأسباب ترجع بالدرجة الأولى إلى الدورة المستندية في إرساء المشاريع. الدورة المستندية في الدولة يعني تأخذ أكثر من 9 شهور في علشان ترسل مشاريع، وهذه مشكلة حقيقية في هذا الجانب. والله شوفي، هو كان بعض التأخير والتمديد لها، بس تم الموافقة عليها في 2018. طبعا التنفيذ احنا نتوقع في 2019، فأتوقع 2019 راح تكون أحسن. يعني المشاريع كانت موجودة 2018، تم الموافقة عليها، تم دراستها، بعضها تم تأجيلها، بس 2019 أتوقع راح ينتهي الموضوع هذا إن شاء الله. وثمة تحد آخر خارجي هو التنامي المضطرد في منصات الخدمة المصرفية الإلكترونية المعروفة باسم الفينتكس، وهي وإن بدت غير كبيرة أو مؤثرة مقارنة بالمصارف الكويتية، إلا أنها تستغل مرونتها وقلة تكلفة خدماتها وتواصل الانتشار وتواصل اقتطاع أجزاء من الحصص السوقية للمصارف. البنوك بشكل عام بالعالم كله لغاية الآن محمية من البنوك المركزية، لأن لغاية الآن موضوع الماني لوندرينج، موضوع عرف عميلك، هذه كلها البنوك المركزية تصر عليها ولازم تتم عن طريق البنوك. بس أنا أعتقد هي مسألة وقت، يعني مسألة وقت. البنوك الكويتية والبنوك العالمية بشكل عام بدينا احنا نشوف بنوك عن طريق عبر الانترنت، تقدر تفتح حسابك في أي بنك في العالم. فأنا أعتقد مجرد وقت، بس البنوك الحين قاعدة تطور، مو بس إحنا، إحنا يمكن الحين كنا من القياديين في الكويت، بس البنوك الأخوان في البنوك الثانية قاعدين هم يطورون منظومتهم. على الرغم من أن المصارف قد تكون من أفضل الشركات من ناحية توقعات الربحية ونسب النمو المستقبلية ومن الأكثر استفادة من النشاط والإنفاق الحكومي، فإن عملها لا يخلو من تحديات، وهو ما يجعلها في مسعى دائم للتطور والبحث عن قنوات جديدة للأعمال وتوليد الأرباح. بعد الفاصل، موسم الجرجعان في الكويت، كونوا معنا. هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي. المركز، كلمة ثقة. هذا البرنامج برعاية
بيت التمويل الكويتي. المركز، كلمة ثقة. أهلا بكم. الكويت طبقت في عام 2016 نظام عافية أو التأمين الصحي على المتقاعدين، والذي بلغ عددهم 110 ألف مؤمن عليه. وللمرة الثانية نجحت مجموعة الخليج للتأمين في الحصول على عقد التأمين عافية بقيمة 308 مليون دينار، ويأمل المؤمن عليهم أن يحظى هذا التعاقد هذه المرة بخدمة أفضل، وأن يتم التغلب على الكثير من المشكلات والتحديات التي واجهت البعض خلال العامين السابقين. في بعض السلبيات، هي مو مشاكل، من السلبيات أن المتقاعدين أكثرهم مو عارفين بالضبط حقوقهم في هالمشروع، في مشروع ضمان. يعني ما في توعية حق المتقاعدين بالضبط يبين شنو له وشنو اللي عليه. زائد مشروع عافية في شغلات في العقد الأول ما تتضمنها المشروع، مثل زراعة الركبة وتغيير عدسة العيون وعملية القسطرة، شغلات هذه ما كان متضمنها. فهم وعدوا إن في العقد الجديد راح تتضمن كل الشغلات هذه. والله بصراحة اللي أنا عرفته يعني وشفته من يعني أقربائي إن كانوا يشتكون من الروتين وتأخر مثلا يعني على مراجعاتهم، في كذلك أخذهم للأدوية ومراجعات الطبيب والدخول على هذه يمكن أبرز السلبيات اللي يعني كنت أسمعها من اللي يعني يتقاعدوا. سي ان بي سي تحدثت مع السيد علي الهندال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات في مجموعة الخليج للتأمين، تحدث معنا عن العقد الجديد وعن الخدمات الجديدة التي تم إضافتها لتأمين عافية. طبعا وثيقة أو قانون عافية أو قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين صدر في سنة 2014 صادر من مجلس الأمة بقانون مجلس الأمة، ودخل حيز التطبيق في عام 2016 للمرة الأولى. وكانت المرة الأولى أن كانت أكبر شريحة تم تغطيتها بقطاع التأمين الصحي الأهلي، وكان عدد المؤمن عليهم في ذلك الوقت حوالي 110 آلاف مؤمن عليه، وحازت مجموعة الخليج للتأمين في وقتها على شرف الفوز في المناقصة هذه وخدمة المتقاعدين من أكتوبر 2016 ولغاية اليوم. ما هي مؤهلات الخليج للتأمين التي أهلتها للفوز بالعقد من ناحية الحصة السوقية، مثلا التصنيف الائتماني؟ طبعا مجموعة الخليج للتأمين مثل ما حضرتك عارف حائزة هي الشركة الوحيدة اللي حازت على تصنيف ائتماني A ريتنج من ثلاث شركات تصنيف ائتمانية مختلفة عالمية. مجموعة الخليج للتأمين عندها خبرة واسعة في قطاع التأمين الصحي، بلش من تسعينيات القرن الماضي، وكنا يعني رواد في هالمجال هذا في دولة الكويت من خلال الاستثمار في هالقطاع، من خلال في شركات، من خلال وكلاء إداريين، من خلال تطوير النظم الآلية اللي موجودة عندنا، من خلال الاهتمام في العناصر البشرية وتطويرها وتدريبها. وكنا في قبل مشروع عافية الشركة كانت تستحوذ على حوالي 50% حصة سوقية، وأيضا استفادت المجموعة من خبرتها في إدارة وثائق أخرى مماثلة مثل وثيقة مؤسسة البترول اللي فيها حوالي 60 ألف مؤمن عليه، بالإضافة إلى قاعدة عملائنا الكبيرة من بنوك، شركات استثمار وقطاع خاص وشركات نفطية وغيرها. فالحمد لله شركة مجموعة الخليج للتأمين بنت على هالخبرة هذه وأضافت أيضا عليها من ناحية التطوير والتنظيم وغيرها، والحمد لله نجحنا نجاح كبير في إدارة مشروع عافية. يعني هذه هي السنة الثالثة من مشروع عافية، ماذا تغير في العقد؟ ماذا أضيف إليه؟ سمعنا أن يعني شرائح جديدة أضيفت إليه وكذلك خدمات طبية جديدة. طبعا القانون نفسه، القانون الصادر أتاح لوزارة الصحة وأعطاها مساحة وحرية في إضافة تغطيات أو شرائح أخرى بموافقة وزير الصحة. في المناقصة الحالية اللي تم ترسيتها مؤخرا على مجموعة الخليج للتأمين هذا الشهر، ما تم إضافة شرائح أخرى، لكن تم إضافة مجموعة كبيرة من الخدمات الجديدة، منها على سبيل المثال استئصال الأورام الحميدة والخبيثة، زراعة الأسنان،
تلبيس الأسنان، ضيف أجور الطبيب الزائر تم إضافتها من ضمن التغطية التأمينية. وطبعا واحدة من الأشياء اللي سببت مشاكل أو لغط كبير حوالينها اللي هي أمراض الشيخوخة، أيضا تم إضافتها في عافية في الوثيقة الجديدة. طبعا نتوقع احنا ان يعني الاثر راح يكون كبير على السوق، سوق قطاع التامين، قطاع الرعايه الصحيه في دوله الكويت، القطاع الخاص تحديدا. ونتوقع ان راح تجلب ايضا للسوق مقدمين خدمات جدد. طيب وماذا عن تاثير هذا المشروع على القطاع الخدمات الصحيه الخاص بالتاكيد؟ والله اعتقد الاستفاده كبيره، واعتقد انه ضروري يعني اقتصاديا ومن ناحيه جوده خدمات. اعتقد التوسع اللي قاعدين نشهده حاليا اعتقد خطوه هامه وخطوه ضروريه. في وجهه نظري ان في جميع دول العالم الاسواق تتجه الى التامين الصحي، الدول ما عادت تملك القدره او الميزانيات، قدرة سواء على الصرف أو قدرة على الإدارة وتحمل الأعداد المتزايدة والطلب على خدمات الرعاية الصحية. والعالم احنا قاعدين نشوف العالم كله قاعد يتجه إلى التأمين. اليوم عشان يكون عندك تأمين صحي ناجح لابد من وجود مقدمين خدمات طبية على مستوى. وأعتقد أنت من الصعب اليوم أن الخدمات تتطور بدون وجود فرص استثمارية لهذه للمستثمرين، بحيث أن تشجع المستثمرين أن يدخلون الأسواق، يطورون من خدماتهم، يجلبون كفاءات، يجلبون أجهزة طبية حديثة. وبالتالي أعتقد أن المنفعة راح تعود على الكل، راح تعود على الدولة من ناحية توفير خدمات ذات مستوى عالي على المرضى أو بشكل عام على السكان، سكان دولة الكويت، وأيضا تنشيط للقطاع الخاص، خلق فرص، خلق وظائف وإلى آخره. مع حلول النصف الثاني من شهر رمضان الفضيل تحتفل الكويت بموسم الجرجعان الذي يعتبر موسم سعادة للأطفال الذين يحصلون على الحلوى والهدايا، وأيضا يحن إليه الكبار لما تثيره فيهم من مشاعر وذكريات الطفولة الجميلة. سلموا ولدهم يا الله، الله وسلموا ولدهم يا الله، خللهم يا الله، سلموا ولدهم يا الله. جرجعان جرجعان بيت قصي ورميضان، إنها الأهزوجة الرمضانية الأشهر التي تتحدى السنين ويرددها الصغار ويحن إلى أيامها الكبار. جرجعان وجرجعان بين قصي ورميضان، عادت عليكم صيام كل سنة وكل عام. جرجعان وجرجعان بيتكم صير ورميضان، عادت عليكم صيام كل سنة وكل عام. تحتفل الكويت بالجرجعان قرب انتصاف رمضان، وخلاله يلبس الأطفال ملابس خاصة ويقومون بجولات على منازل الحي وأداء الأغنية المشهورة، وفي المقابل يقدم أصحاب الدار كيسا من الهدايا والحلوى. هذه العادة كانت من القديم، أولاد وبنات كانوا يطلعون ويقرقعون في أهاجيج قديمة، قرقعان وقرقعان، والأولاد يقولون سلم ولدكم يا الله. وكانت حياة جميلة جدا، وكانت حتى طريقتها على الطريقة اللي موجودة حالياً اللي احنا قاعد نقوم فيها ونمثل فيها. وتحرص مؤسسات وجمعيات وأندية وشركات على إحياء ليالي الجرجعان بطرق مختلفة، منها جلب فرق شعبية وغنائية، ومنها تنظيم احتفالات ومسابقات للصغار، ومنها تصميم مشاهد من الحياة الكويتية القديمة بهدف تعريف الصغار كيف كانت الحياة في السابق. تراثنا الكويتي اللي هو طبعا يعتبر البصمة الكويتية لأجدادنا وآبائنا، إينا اليوم عشان نخلي الجميع يشوف شنو كانوا من مجهود كانوا يسوونه في الكويت القديم. يعني بالنسبة حق المرأة كانت تقعد من صباح الله خير، تحط جدرها، تغسل ملابسها، تحضر غداها، هذه من الأشياء اللي كانت المرأة الكويتية تسويها، تغسل ملابسها. فإحنا يعتبر هذا تراثنا اللي المفروض نحافظ عليه وإنه يستمر معانا على طول جيل بعد جيل، إن إحنا ننقله لهم إن شاء الله. جسم ولدكم، جسم ولدكم، جسم ولدكم، خلينا نقرأ له علي وسلم علي يا الله، هلا هلا سلم عليه يا الله، هلا هلا يا الله،
نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عين على الكويت. نراكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة بإذن الله، وكل عام وأنتم بألف خير. هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي. المركز كلمة ثقة.